لك عام فقرتين فقره هاو اسمه هديه حقت مجدي فقره غير موفقه اسلوب غير جيد مع احترامي الشديد والله معليش يعني مع احترامي الشديد للفقره اول شيء هذه هل هذه الفقره احنا في برنامج انا بسال سؤال بس هل احنا في برنامج واقعي تنافسي فردي ولا جماعي فردي حلو ليش تحطني مجموعات الان ايوه صح النقطه هذه انا ابغى اتكلم عنها كلمت قبل شيء وش والله ادني انا كلمت وش ذنب فهمتك يعني الحين جاوبت خطا انا جاوبت اثنين جوابين صح طيب يعني جاوبت جوابي الصح خلاني اخذ 12 غنت استوعب هذا شيء الشيء الثاني ايش ذنب عبد الكريم فريقي اي فريق اللي تحمل ليه معي ايش ذنب الفريق الثاني يتحمل انا هذا السؤال اعطوهم فرصه يتكلموا انا جاوبوا انا اللي كلمت ياسر انا اليوم كلمت ياسر تحت الهواء حلو ايش قلت له قلت له يا اخي هذا السؤال قال انا اتفق معك قلت انا المفروض بكره راح اللي هو بكره راح اتكلم على الهواء وانا راح ابادر هو شيء هذه اول شيء فقره غير موفقه انا عندي برنامج فيكم 20 غندا علي اليوم انا اكثر بعطيك انا بوصلك انا بوصلك بوصلك فكره احنا اول شيء في برنامج واقعي تنافسي فردي حلو الشيء الثاني المسابقات معناتها تكون مسابقات فرديه اما اني اجي في فقره مسابقه ثقافيه لان هي مش مسابقه طبخ ما طبخ مسابقه ثقافيه يعني يا بدر ان تطلع جاوبت صح يخصم يزيدك غند او انك باللي هو اما اجي قسموا فريقين يلا فريق اطلع واحد طبعا انا الان دخلت في البرنامج في فقره ايش فيها اليوم انا توقعت المجدي اللي بيطلعنا كلنا فجاه قالوا الفريق هو يختار طيب انا جاي شو اتفرج روح خلي كمل الجلسه هنا تقهوى احسن لي جد والله هذا الشيء الثاني الاسئله تكون اسئله فرديه يعني لو اني الجميع يطلع وكل واحد لحاله على حده فلان تفضل هذا سؤالك جاوبت عليك غند ما جاوبت عزيز ايوه خلاص اعطى خلي المسابقه واضحه اما شغل انك تحط لي بهذا الشكل فريق طيب الفريق الان هذه نتيجتها الفريق كم تحملت زياده 22 غند 20 غند بدر تحمل 20 غند وفريقي كله اكلها بسبت واحد قالوا له اطلع والبقيه تكوا ومساعد طيب وش النتيجه كلنا اكلنا 20 غند انا ياسر فريقي اخذ 12 غند اضافي ليش عشان فلان طلع وحنا اكلناه 1-0 طيب ليه خلاص كم بتسابقنا 12 متسابق 20 متسابق وكل 20 سؤال تدري ايش اللي همني ولا قاطع كلامك وش اللي همني اكثر من غندات ذي وش اللي همني اكثر من غندات ذي بس انا اطالب ان الاداره تراجع في فقره شو اسمه مجدي عبد الغني مسابقه ثقافيه خلنا نكلمهم اي انا كلمت ياسر تحت الهواء خلنا نكلمهم فقره قلت هذه يعني فقره تكون تنافس فردي البدايه برنامج تنافس فردي الى فقره تنافس فردي اما شغل اني كذا غير موفق الجميع تحمل خصم كان يفترض انه ما يكون فيه انا ممكن لو اطلع ممكن اجاوب صح ممكن اجاوب خطا لكن انا فلان جاوب خطا كلنا اكلناها صلى انا بيها ان شاء الله على فكره اعطني فرصه بس وصلك الحساب قبل خلينا نخشي الغند هذا اللي زاده ممكن يدخل الخميس فريق اشخاص يمكن ما يطلع يمكن اطلع ابراهيم ايوه لا لا ممكن يدخلون خمسة اشخاص ما لهم علاقه اصلا ما عليه عادي عوافي يطلع ابراهيم ما عليه بغض النظر المجموعه بشكل عام واحد يعني تخيل فريق كله انا كنت مشتط اسبوع بسبب فريق اخطا واحد كلنا اكلنا زياده 12 غند ولا 20 طيب صليت على النبي اعطني فرصه اتكلم يا اخي اعطني فرصه ما شاء الله عليك تفضل شوف نسيت